عزيزة راشد مولودة 26 مايو 1946، ممثلة مصرية متزوجة من المنتج المسرحي عبد القادر العايدي، ولديها منه ابنتها الممثلة أميرة العايدي. طبعا الاتنين مشهورين ومعروفين، عزيزة راشد وبنتها أميرة العايدي. دي كانت زوجة وائل نور. دي عزيزة راشد وبنتها أميرة العايدي. مضى على اعتزال الفنانة عزيزة راشد ما يزيد عن 6 سنوات منذ آخر عمل شاركت فيه، وهو مسلسل العار، لتأخذ قرار الاعتزال وارتداء الحجاب والابتعاد عن الأضواء. نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تبادلوا صورة الفنانة عزيزة راشد وهي ترتدي الحجاب وتؤدي مناسك العمرة في أول ظهور لها بعد الاعتزال، وبدت فيها مشرقة وبصحة جيدة. ده كان تقريبا في 2016 وهي بتؤدي مناسك العمر. وبعض الجمهور لا يعرف أن الفنانة عزيزة راشد هي والدة إحدى نجمات مصر، وهي الفنانة أميرة العايدي. ورغم عدم الربط بينهما بشكل دائم، إلا أن الفنانة المعتزلة عزيزة راشد لطالما أشادت بموهبة ابنتها أميرة العايدي التي دخلت الفن بدون واسطة. دي أميرة العايدي. ويشارك حفيدها، حفيد عزيزة راشد، الشاب يوسف ابن وائل نور في مسلسل أمير كرارة اللي هو كلبش 3. ده ابن وائل نور يوسف وابن أميرة العايدي بيشارك في مسلسل كلبش 3 مع أمير كرار. ودي عزيزة راشد، دي بقى في 2017، أحدث شوية، في برنامج الستات ما يعرفوش يكذب، كانت بتقول إن الحماة أم. أما الفنانة أميرة العايدي فقد ولدت في القاهرة وحصلت على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة، واستطاعت الفنانة أميرة العايدي أن تخطف قلب الفنان الراحل وائل نور، ووقع في حبها خلال أول لقاء بينهما في أحد استوديوهات تصوير أحد الأعمال الفنية في عام 2003 لجمالها المختلف الذي كانت تتميز به آنذاك. طبعا فنانة جميلة جدا. وقرر الفنان الراحل أن يتقدم لوالدها المنتج المسرحي عبد القادر العايدي ووالدتها الفنانة عزيزة راشد لطلب الزواج منها، مشترطا عليهم أن يتم عقد القران في أقرب وقت نظرا لحبه الشديد لها. وعاش وائل نور وأميرة العايدي حياة زوجية سعيدة مليئة بالفرح والبهجة، خاصة عندما أنجبت أميرة أول مولود له اللي هو يوسف. ولكن بعد أن أنجبت طفلتها الثانية سارة دخلت في دوامة الحياة الزوجية. وظلت 6 أعوام بعيدة عن المجال الفني بسبب رعايتها لأولادها، بالإضافة إلى أنها بدأت تشعر بالملل وطلبت من زوجها أن تعود للتمثيل، لكنه كان يرفض ذلك بسبب خوفه على طفليه. وكشف مصدر مقرب من الراحل وائل نور أن علاقته بالفنانة أميرة العايدي بدأت تتدهور بعد رفضه الدائم لأعمال فنية كثيرة كانت تعرض عليه من قبل المنتجين، بسبب أنه كان يعتقد أنها أفلام ليست لها قيمة، إلى أن زادت المشاكل بينهما وحدث الانفصال بينهما. مفيش حاجة بتفضل على حالها، الحب بيروح والمشكلات الزوجية بتحضر للأسف. هي أميرة العايدي في صور متفرقة، والدتها عزيزة راشد، وأنجبت من وائل نور يوسف وصار. تزوج وائل نور بعدها من غادة النجار وأنجب منها ياسين وجودي، كما أنها في نوفمبر في 2015 كانت حامل في ابنها الثالث لها والخامس لوائل نور. هو توفي في 2015
كانت زوجته اللي هي ديت غادة النجار كانت حامل في ابنها الثالث ليها، والخامس لواء النور. هنا مع ياسين وجودي عيالها وأبناء وائل نور الله يرحمه. وفي نوفمبر 2015 قام الفنان وائل نور وحرم غادة النجار بالاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما جودي بحضور يوسف وسارة نجليه من زوجته السابقة الفنانة أميرة العايدي، وذلك بأحد مولات بالقاهرة الجديدة. ويعد هذا الحفل الظهور الأول لأسرة وائل نور مجتمعة، حيث تواجد نجلاه يوسف وسارة من زوجته السابقة الفنانة أميرة العايدي، بالإضافة أيضا إلى ياسين شقيق جودي من زوجته الثانية غادة، والتي كان ينتظر منها مولوده الخامس لينضم لباقي إخواته. اتولد بعد ما توفى. وكعادته شارك وائل نور أبنائه وأصدقائه من الغناء والرقص وتقطيع تورتة جودي وسط أجواء مليئة بالبهجة والدعابة. هنا مع أولاده ياسين وجودي وأصدقائهم ومراته غادة النجار. هنا يوسف اللي هو تاني واحد من على اليمين، وسارة جنب والدها أو يوسف تاني واحد على اليمين، شايل عيال وائل نور الله يرحمه. قدم الفنان الراحل وائل نور خلال مشواره ما يقرب من 140 عملا، وشارك خلالها مجموعة من النجوم الكبار منهم مسلسل البخيل وأنا مع الفنان فريد شوقي، وهو العمل الذي شهد ظهوره الأبرز على شاشات التلفزيون، إضافة إلى فيلم البيه البواب عام 87 مع الفنان فؤاد المهندس وأحمد زكي، ومع الفنانة فاتن حمامة في مسلسل وجه القمر عام 2000. كانوا بيتنبؤوا له بمستقبل باهر. وهنا دي صور مع غادة النجار زوجته التانية وياسين وجودي عياله. ياسين وغيب الموت الفنان المصري وائل نور ظهر يوم الاثنين 2 مايو 2016 بعدما عثر عليه ميتا في منزله بمحافظة الإسكندرية بمنطقة بيانكي بالعجمي. توفي في مايو 2016. وائل نور ممثل مصري من مواليد 24 أبريل 61، وحصل وائل نور على دبلوم معهد السكرتارية ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. من ناحية أخرى وكعادتها دوما تفوق تصرفاتها كافة التوقعات، هي الفنانة فيفي عبده والتي قامت بلفتة إنسانية للغاية أثناء تأديتها واجب العزاء في الفنان الراحل وائل نور. إيه؟ فيفي عبده أثناء العزاء أخدت ابن وائل نور وجابت له حلويات عشان تطلعه من جو الحزن اللي في العزاء. لفتة إنسانية جميلة. هنا مراته كانت لسه حامل الله يرحمه. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين. شكرا لكم.